سيطرنا على الدور المقابله. كنظن بان فريق حسن تيبادل كان منظم دفاعيا، كان من الماتشين ديفونسيف في المستوى. اللاعبين ديال الذي كانوا كونسونطين خصوصا من الناحيه الدفاعيه، غلقنا متاعب في الخط الامامي بالنسبه للمهاجمين ديالنا، وصلنا للمرمى ديال الخصم. كنا سباقين للتسجيل في الشوط الاول، ثلاث فرص حقيقيه للتسجيل خصوصا الكره اللي جات في العارضه. كنظن ضد مثلا لاعب ضربه جزاء اللي قلبت المباراه. كما كيشاهد الجميع بان ولو حسن تيبادل كان منقوص عدديا، ولكن كانوا منظمين بشكل جيد، كانوا دفاعيا ما خلونا كما قلت لكم متعب الناحيه الدفاعيه. عملنا تغييرات باش قلبنا السيستم 4-3-3-4-2. سيطرنا في الشوط الثاني، وصلنا للمرمى ديال الخصم، ولكن كاين جوج ديال اللي كتلعب في المباراه ما بغيتش نتطرق ليها. مره ثانيه كنقول لها هي فريق حسن تيبادل، وكما بغيت نقول لكم بان المقابله كانت سهله، حتى هذه المقابله ديال اليوم كانت المقابله ديال خسر النقاط ماشي ديال خسر النقاط، خصوصا المقابلات اللي كتلعب في الصور الاخيره. يعني اليوم فريق حسن تيبادل حتى هو كان كيلعب على هذه النقطه هذه. احنا كينتظرنا مقابله صعبه ومقابله حارقه في الاسابيع المقبله. كنظن بان خصنا في القريب العاجل مقابله المقبله ان شاء الله ضد اولمبيك اسفي في ميلادنا، خصنا لا كما كيقولوا ما كاينش الحساب، خصنا ضروري ثلاث نقاط باش نخرجوا من القوقعه اللي حنا فيها. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.